السلام عليكم احبابي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيان؟ كلشي بخير؟ كنتمنىكم تكونوا بخير. وانتم كتشاهدوا معايا هذا الفيديو اللي هو واحد لاسوب سهله بزاف وسريعه التحضير، وفي نفس الوقت غنيه بالمكونات اللي فيها. وكنتمنىكم تطبقوا هذه الوصفه وتردوا عليا في لي كومونتير كيف ما عادتكم. راني كنتبع لي كومونتير ديالكم، ما شاء الله عليكم وراكم متبعيني، شكرا لكم بزاف، لان هذه في الاصل قناتكم نتوما ماشي قناتي انايا. وبها نتوما اللي غتكبروها وغتكبر بكم نتوما يا باذنه تعالى. وندوزوا الى طريقه تحضير هذا الطبق وفرجه ممتعه. المقادير ديال الشوربه ديالنا كالتالي، ندعو على بركه الله. عندنا جوج خزوات وبطاطا، واحد اللفته صغيره، وواحد ثلاثه العرشات ديال الكرافس، الخضره كلها مقطعه مكعبات صغيرين، والجلبانه كما كتشوفوا كنجمدها انا في هادو، كيبقاو انديفيديال كيجيو مزيانين. اللي جبتها كنقضي بها وصلى على النبي. عندنا الشعريه الصينيه ديال الروز، يعني الجوده ديالها زوينه. وعندنا بصله مشلطه حتى هي رقيقه بزاف، ومعلقه ديال الزبده، وشويه ديال الكروفيت، والشامبينيون نوار، واحد شويه ديال مركز الطماطم، وهاد البويون ديال القشور ديال القمرون ما كنرميوهمش، كنغسلوهم مزيان وكنغليهم مع البوكي ديال الكرافس والمعدنوس، وواحد خزوبه وواحد البروه، كيعطينا واحد المذاق زوين. العطريه ما كاينش بزاف، كاين عندنا الملحه والبزار والزيت المائده. يعني مقادير ملي كيكون التحضير مسبق كلشي كيجي ساهل، وهي اصلا شوربه سهله مهله. ندوزو لطريقه الاعداد. ها البيضة، نزيد شويه ديال الزيت، البصله، الزبيده كتلبدها شحال طوات هي لبد الصوبه، وكيما كنديرو كلشي في الما كيجي بحال مسلوق. خليو حتى تولي هكا شفافه ونزيدو على الخضره الاخرى. هاد الكرافس التالي عاد نزيدو. نزيد هاد الكوفي، حيت راه الخضرة رقيقة دغيا غتطيب، غتوجد فوق قياسي. نزيد هاد الشامبينيون، هاد صوص طماط، فهاد الأثناء غادي نرويو داك البويون اللي درنا ديال القشور ديال الكوفي، بقا مصفيين، نحاولو نديرو غير داك الفوق هاديك تحتاني، معندنا ما نديرو بيه نتوما كيما كتشوفو. نزيدو
كنخلوها دابا كنخليوها تغلى مزيان. غنمشيو نفزكو داك الشعريه الصينيه باش نقطعوها ما نخليوهاش فيها الخواص. وغادي نرجع معكم وغادي ندورها بشويه ديال مايزينا باش تقال ليا شويه لاصو البويون ما يبقاش خفيف. ديروا شويه ديال مايزينا وانتم تبعوا معايا المراحل قد هاي الشوربه ديالنا بعد ما تقريبا رطابت كما قلت لكم فيت فيت. غادي ندير الكرافس قطعنا رقيق كيف ما قلت لكم واحد المعلقه صغيره ذوبتها في الماء ديال مايزينا باش تختار لنا شويه المريقه. اخر حاجه الشعريه الصينيه فزكتها وقطعتها كما كتعرفوك ما تعرفوا النساء كاملين شي حويجات اللي هما يا واضحين راه واضحين. صافي بقا نخليوها تغلى وصافي اوكلا وجدات. ريحتها ما نقول لكمش ريحتها فنة. هذاك البويون ديال القشور ديال القمرون حتى هما كيعطيو واحد البنة زوينة. صافي غنطلع فيها الغلية وغنطفي عليها وانا معاكم. الشوربة ديالنا بعد ما وجدات هذا هو الشكل النهائي ديالها. ريحتها يا سلام. كنتمنى تكونوا بقيتوا معايا وشفتوا حتى الاخر الفيديو وطبقوا هذه الوصفه راه زوينه ما فيهاش بزاف ديال المقادير وغنيه. شكرا على المتابعة وإلى فيديو آخر.